سيتدعم قطاع الصناعة خلال الأسبوع المقبل بمصنع لإنتاج الأكسجين على مستوى ولاية وهران بطاقة إنتاجية تقدر بمئة ألف لتر يوميا، مما سيساهم في تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المادة. هذه الوحدة مهمة جدا، أنا تكلمت قلت باللي الطاقة الإنتاجية تاعها تمثل مئة ألف لتر في اليوم، وكذلك عندها طاقة تخزين حوالي مليون لتر، وهذا يعتبر كذلك تخزين استراتيجي بالنسبة لهذه المادة، لأننا لا نعرف العواقب مستقبلا. مشاريع أخرى ستدخل الإنتاج في الفترة المقبلة، وهو ما سيسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية من الأكسجين لا سيما في الظرف الصحي الراهن. ثاني، هناك مشاريع أي موجودة في بعض الولايات ولكن بنسبة تختلف، داكور، بنسبة تختلف بين 20,000 إلى 30,000، وهذه راح تكون في الأسابيع القادمة إن شاء الله، ولكن يبقى المشروع هذا مشروع استراتيجي لأنه ينتج إلا مادة الأكسجين، داكور، وهذا يدخل في إطار عملية الإنعاش الاقتصادي، لأن الحركية كي نشوف هذا واش هذا راح ديجا يخلق منصب تاع 200 عامل مباشر. الإسراع في تسليم مشاريع مماثلة سيقلل دون شك من الضغط الذي تعرفه المستشفيات حول هذه المادة الحيوية.